تاني بقى اللي هنروح له هو خاص بواحدة من الشخصيات اللي تصدرت برضو الترند، وده كان بالنسبة لي الحقيقة ترند سعيد ومبهج جدا جدا، لأنها زميلتي وحبيبتي واشتغلنا مع بعض كتير، وهي الإعلامية مفيدة شيحة. فيدو كانت بتجوز بنتها امبارح. الأول بقى اسمحوا لي إن أنا أقول لها وأوجه لها مباركة على الهوا، ألف ألف مبروك يا مفيدة. والحقيقة إنها نسيت تماما كونها إعلامية أو مشهورة، مشاعر الأمومة يا جماعة بتسيطر على الواحد وبشدة وطغت عليها، وكانت بتعبر عن سعادتها كل ما تلاقي فرصة ولو ثانية. فكان حسابها وحساب زملائها وأصدقائها مليء بالفيديوهات المبهجة واللي انتشرت على المواقع بشكل كبير، وطبعا حازت على إعجاب وتفاعل الناس كلها. ويمكن من أجمل الظواهر اللي لفتت نظري إن الجمهور كان بقى امبارح بجد بيعلق بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب، لان انتوا عارفين طبعا للاسف الفتره اللي فاتت تعودنا في المواقف الخاصه للمشاهير ان بيحصل تعدي، لكن عدت الموضوع بسلام من غير قيل وقال ولا نميمه ولا قله ذوق. على فكره طبعا بنبقى متوقعين ده من قبل المناسبه. احنا شايفين الصور قدامنا على الشاشه، وكتير من الاعلاميات والفنانات